الجميع يريد أن يلعب كرة قدم جميلة، الجميع يريد أن يستمتع بكرة القدم التي يؤديها منتخب بلده والتي يؤديها فريقه، ولكن ليس باستطاعة الجميع أن يؤدي كرة قدم جميلة، وليس باستطاعة الجميع أن يتقبل أن منتخب بلده لم يقدم أداء ممتع، ولكن سيقدم نتائج ممتعة ونتائج ترضيك وهيقدم لك شوية فرحة، فخلاص مش مهم، المهم إن أنا أفرح. وده بالظبط اللي جاي وعامل حسابه استاذ جلال القادري، الراجل اللي السي في بتاعه مش كبير قوي، اللي السي في بتاعه كان غريب جدا ان هو يمسك منتخب تونس خلف لموز الكباير، بس ما كانش ينفع اساسا انك تمشي موز الكباير وتجيب اي حد غريب عن الفرقه، فتصعدت جلال القادري علشان جلال القادري يجي يكتب اسمه في سطور تاريخ المنتخب التونسي. نبيل معلول وفي مدرب تاني مش عارف اسمه عبد الكريم او حاجه كده، هم دول المدربين الاثنين الوحيدين التوانسه اللي وصلوا تونس كاس عالم في تاريخها، علي معلول والشخص اللي انا بقول لك عليه ده. حد يكتب اسمه في الكومنتات مع احترامي ليه، بس انا مش فاكره، ان انا لسه قاري الكلام ده من 5 دقايق ومع الاسف نسيته. يعني جلال القادر جه كتب اسمه في تاريخ منتخب تونس بالبونت العريض، الراجل وصل تونس كاس عالم. في ناس هتقول لك اصل منتخب تونس حظه كان حلو ان هو ضد مالي، ومنتخب تونس ما قدمش كره، ومنتخب تونس كسب بخطأ دفاعي من المنتخب المالي. اقول لك ايه المشكله؟ فين المشكله؟ طيب فهمني. يعني انت دلوقتي خدت واجب في درس او خدت واجب في مدرسه ورحت اديته على اكمل وجه، مش مهم الشكل اللي انت قدمته بيه، ممكن تكون غشيت عادي، بس المدرس قال لك برافو يا ابني سقفوا للولد، خلاص سقفنا للولد. المنتخب التونسي عمل اللي عليه، قدر ان هو بنتيجه الماتشين يطلع كسبان 1-0، مش مهم بقى المنتخب التونسي ما شاطش ولا شوط على مرمى من منتخب مالي، مش مهم منتخب تونس كان بيدافع ولا كان بيهاجم، التاريخ سيذكر ايه؟ ان جلال القادري صعد منتخب تونس كاس عالم، لا اكتر ولا اقل. جلال القادري اللي مسك المنتخب التونسي مباراتين او ممكن تقول 3 مباريات، لان الماتش بتاع نيجيريا اتحسن لجلال القادري، ال3 مباريات دول المنتخب التونسي ما راحش على مرمى كور خطيره. يعني معنى كده ايه؟ ان الراجل ادى اداء كويس دفاعيا، ودي العقيده اللي هو مقتنع بيها، عقيده كاتاناتشو اللي هو بسم الله بتحط الفرقه كلها قدام الجون وتركن الباص قدام الجون. هل الكلام ده فيه مشكله؟ اطلاقا. الكلام ده بتظهر مشاكله انت لما النتائج بتكون سلبيه. جوزيه مورينيو سعادتك اكتر المدربين في العالم اللي كان بيحب الطريقه دي، وجوزيه مورينيو اتصيد بالطريقه دي وخد بها دوري ابطال كتير. والله الطريقه دي سعادتك جوزيه مورينيو. بورتو، فاكر انت بورتو خد كاس دوري ابطال اوروبا ازاي؟ فاكر انت انتر مورينيو خد دوري ابطال اوروبا ازاي؟ برضه هو اركن الباص. هل ظهرت اي مشكله بالنسبه للصحافه والاعلام تجاه مورينيو الا لما مورينيو بدا يخسر؟ بس طول ما انت بتكسب يا باشا يبقى الله على الروح والجرينتا والاصرار والعزم، الله على المدرسه الايطاليه. المشاكل تبدا تظهر امتى؟ لو خسرت. خلاص انت كسبت ووصلت كاس عالم، مفيش حد عايز منك اي حاجه. انما بقى واحد يطلع يقول لك باسوأ تكتيك جلال القادري وصلنا كاس عالم، ايه يا ابو اسوأ تكتيك انت؟ انت نفسك وجمهورك مقتنع ان منتخب التونس ما فيهوش صلاح، ما فيهوش رياض محرز، ما فيهوش لعيب محترف في فريق كبير. يبقى انت نفسك لازم تتقبل ان السيد جلال القادري عمل اللي عليه وزياده. عجبك او ما عجبكش هو عمل اللي عليه، اللي طلب منه عمله، وصل تونس كاس عالم، وصل تونس كاس عالم. اقف دير الماتش مكان موز الكبار، وقفت ديرت الماتش مكان موز الكبار، صعدت المنتخب التونسي للدور القادم، طلعنا في الدور القادم. الراجل مش هيتحاسب ان هو بيأدي اللي عليه. انت بقى عايز حاجه بلس، عايز حاجه زياده، عايز اداء، عايز شويه واجبات؟ والله يا باشا مش هندير احنا الكوره من البلاتوهات، مش هندير الكوره احنا من النقاد الرياضيين، لو انتوا اللي ديرتوا الكوره ولا عمركم هتعملوا اي حاجه، لان اخركم تتكلموا من بره لا اكتر ولا اقل، انما تنزلوا الملعب وتاخدوا قرارات ولا عمركم هتعرفوا تعملوا قرارات، انتوا اخركم هتفضلوا تتكلموا بس في الصحافه، وهتفضلوا تتكلموا بس عن المدرب يجب ان يعمل، والمدرب يجب ان يقرر، المدرب يجب، وفي الاخر اول ما هتقفوا على الخط كده والله العظيم 3 ما تعرفوا تعملوا اي حاجه. عن تجربه، والله العظيم عن تجربه. الواحد كان بيتكلم في القناه دي كتير قوي، واول ما واقف على الخط حسيت ان الموضوع مختلف تماما حوالين، وانت واقف بره وانت واقف جوه الملعب الوضع مختلف جدا. على فكره كل الكلام الكتير اللي بيقعد يتقال بره الملعب ده جوه الملعب انت بتحسش بيه، انت بتكون بس مركز، بتكون بس بتحمس لعيبتك، بتكون مركز مع كل لعبه علشان خاطر اللي في الملعب غير اللي بره. فاللي بره ما عجبوش كمان اللي في الملعب رغم ان انت بتأدي اللي عليكوا زياده، ده افتراء ونرجسيه غير طبيعيه. بس هنعمل ايه؟ هو ده دور الصحافه والاعلام في تونس. وديع الجريء عايز كذا يبقى احنا نهاجمه لا اكتر ولا اقل. طولت انا عليك الفيديو، بس الكلمتين دول كان لازم ان انا اقولهم بصراحه.
ألف مليون مبروك للمنتخب التونسي الوصول لكأس العالم تحت قيادة مدرب محترم زي السيد جلال القطري. مش مهم الطريقة، المهم إنك فزت. هتقول لي ما إحنا هنروح نتغلب هناك في كأس العالم وهنطلع، أقول لك طب ما في فرق كتيرة في أوروبا بتتعب وتتمرن في التصفيات وبتروح تلعب الثلاث ماتشات وتطلع، مفيش أي مشكلة. المشكلة إنك ما تصعدش، أو أنت صعدت يبقى مفيش أي مشكلة خالص. أنا هخلق مشاكل من الهواء ليه؟